عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. وحلقة مهمة جدا جدا جدا، هنعرف فيها حاجات مهمة ما كناش نعرفها قبل كده، وفوائد كتير جدا وأضرار كتير جدا من الفاكهة، والفاكهة اللي ممنوع ان احنا ناخدها، والفاكهة الممنوعة للمرضى اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في نسبة السكر في الدم. وأهلا بيكم في قناة الدكتور خالد أبو العزم، استشاري أمراض البطنة والغدد الصماء والسكر. ونبدأ إن شاء الله الحلقة على ما نتجمع، وهنتكلم ليه الضغط العالي بعض الفواكه ممنوعة ومفاجأة انتوا مش هتتوقعوها. نحنا دايما نقول الحاجات دي مفيدة لمرضى الضغط، الحاجات دي مضرة لمرضى الضغط، كل ده هنتكلم عنه النهاردة علشان نبدأ نفهم ثقافة ارتفاع الضغط والسكر. الحاجات دي بتبقى خطيرة جدا، الحاجات دي بتبقى بالنسبة للناس ما بتبقاش عارفاها. وطمنوني الصوت والصورة أخبارهم إيه. وطبعا هنتكلم النهاردة في الحلقة باستفاضة ومسهللين مع بعض، وأتمنى تكونوا إن شاء الله بإذن الله بصحة جيدة وفاهمين اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، لأن موضوع مهم جدا. أول حاجة دايما نعرف الموضوع الفاكهة بشكل مباشر، ان انا مثلا احب اكل فاكهة قبل ما انام، احب اكل موز، احب اكل تفاح، احب اكل فراولة. ولكن في معلومات بتنقصنا، وخصوصا الناس اللي بتاخد ادوية ضغط وادوية سكر، في حاجات في الفاكهة خطر ان انا اخدها، والحاجات دي لازم انا ابقى فاهمها كويس ليه. وفي فاكهة بتتاخد بتعيق امتصاص الادوية بتاعتنا بتاعت الضغط، وتأثر على الادوية بتاعت السيولة. والفاكهة دي في ناس كتير بتاخدها وما تعرفش. وفي فاكهة الافضل ناخدها نية، وفاكهة تانية الافضل ان انا اخدها تكون مستوية، في على حسب كل حاجة. وهنتكلم على اول حاجة الفواكه اللي هي المعلبة، زي ما هي في الصورة كده. الفواكه المعلبة دي لازم نفهمها كويس جدا. لما بتروح سوبر ماركت انت مكسل، بتحب تجيب الاناناس المعلب، او تحط تجيب مثلا الخوخ المعلب، او تروح مثلا في مطعم تلاقي الحاجات المعلبة دي موجودة، فتبص تلاقي انت بتاكل منها بكمية كبيرة. لازم نفهم ان الحاجات دي مليانة سكر، يعني كمية سكر، يعني مثلا لو انت بتاكل حاجة صغيرة كده منها، دي ازازة سكر اتحطت فيها، كوباية سكر اتحطت فيها. الفاكهة المعلبة مليانة سكر، وبعض الفاكهة بيبقى فيها صوديوم عشان يحفظوها، فدي ترفع السكر وترفع الضغط. والامثلة بتاعتها كتير، يعني مثلا النقطة اللي انا هقول لكم عليها، السكر يعلى مع الحاجات المعلبة دي، وعلو السكر يضعف الشرايين يعمل ارتفاع في ضغط الدم. الصوديوم اللي موجود يعمل لنا ارتفاع في ضغط الدم. علشان كده الحاجات المعلبة لقوا انها بتسبب الوفاة المفاجأة بنسبة 17%. لو انا اكلت الفاكهة بتاعتي طازة بنسبة 10% بتقل نسبة الوفيات. علشان كده دايما نقول يا جماعة خدوا الحاجات الطبيعية، بلاش المعلبة. يبقى اول حاجة هنتكلم عنها النهاردة الفاكهة المعلبة اللي موجودة في الصورة اللي احنا وريها لكم دي، ودي فاكهة معلبة خطر جدا. تاني حاجة اللي احنا هنتكلم فيها، ان احنا بنقول دايما يا جماعة الموز مليان بوتاسيوم، والموز مفيد، والموز ممتاز. لو حضرتك عندك ضغط او سكر، لازم نفهم كويس جدا ان الموز مفيد في حالة انك كلته ني. الموز الاخضر، الموز الاخضر لازم اكله لما يكون الواحد واكله ني. لما اكله ني النشويات فيه بتبقى معقدة، فامتصاصها بيبقى ضعيف، الامتصاص بتاعها بيبقى ما يرفعش السكر جامد. ونسبة البوتاسيوم والحاجات اللي انا فيها دي هتفيدني بشكل كبير. علشان كده دايما نقول البوتاسيوم ممكن يكون مش مفيد ليك لو حضرتك بتاخد ادوية ضغط. بعض ادوية الضغط بترفع البوتاسيوم في جسمنا، فمش هينفع اخد موز. يمكن المعلومات دي انتوا اول مرة تسمعوها، فلازم
لازم نفهم كويس ان الحاجات دي هترفع لي الضغط، فمش هينفع ان انا اخدها ادوية، نوع من انواع الادوية، ودي هتراجع الدكتور بتاعك فيها. دايما لما بنديها للمريض بنعمل تحليل البوتاسيوم والكلى فورا، ودي معروفة المجموعة دي، بنهتم جدا بالبوتاسيوم ووظائف الكلى بعد ما بنديها للمريض، لان في ادوية بترفع البوتاسيوم. فانا لو انا عندي سكر ما ينفع، ما عندي ضغط عالي، ما ينفعش اخد الموز في الحالة دي، وما ينفعش اخد حاجات فيها بوتاسيوم كتير علشان ما يرتفعش عندي. فهمتوا ليه؟ ولو انا هاكل موز يبقى انا هاكل ايه؟ الموز ني الاخضر، ما يبقاش، لو انا عندي سكر عالي ما يبقاش الموز المستوي. كل ما الموز استوى وبقى اصفر، والاصفر اللي هو اللي انتوا بتشوفوه بيبقى خلاص بقى يعني دايب، ده بيبقى سكر، عبارة عن سكر. فلازم نفرق تماما ما بين اكل الموز بالطريقة دي والموز اللي فيه البوتاسيوم. يبقى دي الحاجة التانية. الجريب فروت من الفواكه المحببة للناس اللي عايزة تخس، والجريب فروت مهم جدا ان انا باخده للتخسيس عشان السعرات الحرارية اللي فيه، وان انا بهتم جدا بموضوع الجريب فروت. الابحاث حتى قدامي ابحاث كتير جدا، الابحاث دي اتعملت، واليو اس فود ودراج ادمنستريشن اللي هي الامريكية قالت ان هو بيبقى فيه يعني اضرار جانبية للجريب فروت في بعض الادوية. امتصاص الادوية بتاع اللي بتاخد، الناس اللي بتاخد جريب فروت كفاكهة بيبقى امتصاصها فيه مشكلة كبيرة، لان الجريب فروت بيمنع انزيم اسمه CYP3A4، مش مهم الاسم، في الامعاء، اللي هي بتساعد على ان انا اعمل متابوليزيشن للادوية. يعني انا لما اخد دواء ضغط، ولما الدواء الضغط ده لازم يعمل ايه؟ دواء الضغط ده انا باخده علشان يحصل له ميتابوليزم، يعني يبدأ يتهضم ويتعمل وكل حاجة. فلما باجي اخد دواء الضغط فبلاقي اللي احنا بنتكلم بقى مش جريب فروت لاي حد، اللي بياخد ادوية ضغط، امتصاص الادوية دي والميتابوليزم بتاعها بيتغير خالص مع الجريب فروت. هقول لكم مثال على الادوية من الدراسة اللي اتعملت قدامي، زي أدوية الاكتئاب والتوتر وأدوية الحساسية، بعض أدوية الحساسية. عشان كده يقولك دايما راجع الأدوية والحاجات اللي بتاخدها مع الجريب فروت بالذات، تمام، وأدوية بعض أدوية الضغط وأدوية سيولة. فعلشان كده الناس اللي عندها مشاكل في الضغط وعندها مشاكل في القلب، واللي عندها مشاكل في استعمال بعض الأدوية، لازم ان انا ابقى فاهم ان انا لازم اتكلم مع الدكتور بتاعي علشان اقول له ان انا عندي مشكلة في 1 2 3، ولازم افهم كويس جدا ان المشكلة دي تبقى الدكتور على علم بيها. لو انا هاخد جريب فروت، الجريب فروت بيمنع انزيم في الامعاء اللي بيساعد في الميتابوليزم بتاع الادوية دي. يبقى انت لو عندك ضغط حضرتك ما تاخدش الجريب فروت الا بعد ما تستشير الدكتور اللي انت بتتعامل معاه. الجريب فروت مليان فيتامين سي طبعا وبوتاسيوم، وقلنا البوتاسيوم لو انا عندي ادوية باخدها يبقى بخلي بالي من الادوية بتاعتي بشكل كبير. فهموني الصوت والصورة، في ناس بيقولوا الصورة واقفة، يا ريت تقولوا لنا الصوت والصورة اخبارهم ايه. الحاجة اللي بعد كده اللي هي بعد الجريب فروت والموز وكمان الفواكه المعلبة واللي هي بتبقى خطر جدا، العصير. دايما نقول العصير بلاش، العصير بلاش يا جماعة. العصير بياخدوا الالياف اللي فيه ويحط لك العصير ده، يعني يقول لك انت لما تيجي تشرب برتقان انت كده بتشرب كوباية سكر، كوباية سكر كاملة. فعشان كده دايما نقول ايه؟ بلاش العصير. العصير بتاع اللي احنا بنشربه بيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا. طبعا العصاير مهمة وبتساعد وبتعمل حاجات كتير، لكن ما ينفعش ان انا اكون باخدها في حالة ان انا عندي مشاكل كبيرة جدا في الضغط والسكر. هترفع السكر جدا، وكمان هيبقى العصير لما انا بعمله حاجات من الفيتامينز والمعادن اللي فيه بتقل بشكل كبير.
محدش قال لنا بتشربوا ايه النهارده. بنشرب ايه النهارده؟ بنشرب القهوة الفرنسي. فبعض العصاير دي اللي بيعتقد ان شرب العصاير والفاكهة دي امر صحي، العصير بيبقى مش زي الفاكهة في شكلها الطبيعي خالص، فلان لما بتفقد الالياف بتاعتها، نقص الالياف ده بيعني ان السكر اللي في العصير ده بيتم امتصاصه بشكل كبير جدا. عصير البرتقال مليان فيتامين سي، مليان مش عارف المواد ايه، لكن المشروب الصحي وبدون الالياف بتاعتها هيرفع لي السكر بشكل كبير. عصير الطماطم مليان املاح وصوديوم، فبيبقى مليان ملح مضاف، وده بيعمل لنا الناس بتحب، في ناس بتحب عصير الطماطم على فكره، فيقوم ايه الضغط يبقى عالي جدا معاه. يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتبقى لازم نفهمها انها ممكن ترفع لي الضغط بتاعي. فعشان كده الخيارات اللي انت ممكن تشرب بيها العصير، والجمعيه العلميه قصاد دراسه هنا اهي، عملت دراسه في 2021 في الاوروبيان جورنال اوف نيوتريشن بتاعه الغذاء، على الكرامبيري اللي هو عصير الكرامبيري التوت البري. تمام، هقول لكم الدراسه، عايز اوريكم الدراسه دي، الدراسه دي مهمه جدا. هنجاوب على اسئلتكم كلها يا جماعه. عصير التوت البري وعصير الكرز بيحسن من ضغط الدم، عصير الكرز والتوت البري، وعصير الرمان بيساعد، يعني من الحاجات المفيده. في بحث في الرمان بيتعلق بضغط الدم، ودراسات على البشر واتعملت على الحيوانات، لقوا ان في تحسن في ارتفاع ضغط الدم وصحه الشريان. والعصير بقى اللي لقوا فيه فوائد كتير لمرضى الضغط والسكر، عصير الشمندر. هي رغم انها مش فاكهه، لقوا ان الشمندر ممتلئ جدا بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتيه المفيده، والشمندر مصدر رائع للنيتريت. النيتريت ده اللي بيوسع الشرايين، وخصوصا الشرايين التاجيه، يعني الناس اللي عندهم جالهم جلطات تلاقي بياخدوا نيتريت، ده يعتبر النيتريت الطبيعي. فالنيتريت اللي بتبقى موجوده في الشمندر بتبقى نيتريت طبيعيه مفيده. في جنوب افريقيا في الصحراء لقوا ان هم الناس بقت تعالج ازمات ضغط الدم، فبقت علاج غذائي وظيفي الشمندر. في جنوب الصحراء الكبرى لقوا ان هم بيستخدموا الشمندر ده كعلاج للضغط والازمات القلب، هم بيستخدموه كده يعني. وخلصت الدراسة اجريت هناك لمدة 60 يوم، الا ان الشمندر قد يكون حلا عمليا لخفض ارتفاع ضغط الدم والاوعية الدموية. فيوصل خبراء بشكل عام بالفاكهة الكاملة كخيار أفضل بكثير لما يأكلها أحسن، ودايما تلاقوا الفنادق الكبيرة عاملين الشمندر مقطعينه كده وحاطينه مع السلطة، بيبقى فيه ألياف اللي بيحتاجها الجسم وبيحتاجها الجهاز الهضمي. الشمندر والتوت البري وعصير الكرز، وطبعا فيه فوائد كتير جدا لما بتشرب أي من العصائر دي، أفيد من عصير الطماطم والجريب فروت اللي مليان بوتاسيوم، والبرتقال اللي هو بيبقى عبارة عن كوباية سكر كاملة. عصير الأفوكادو مليان بوتاسيوم. أي حد هياخد بوتاسيوم بنسبة كبيرة لازم يبلغ الدكتور، لأن في أدوية إحنا بناخدها بترفع البوتاسيوم. الحاجه بقى اللي بعد كده حاجه اسمها الكريستالايز، معرفش انتوا عارفينها ولا لا، ولا اوريكم صورتها. عايز اوريكم الصوره بتاعتها اللي هي بترفع جامد، اللي هي الفاكهة المتبلورة والمسكرة.
لما بتيجوا تروحوا كده في فنادق بتبصوا تلاقوا حاطين لكم كده الويلكم فروتس ديش، يعني طبق اللي هم بيقول لكم يعني مرحبا وبتاع، تلاقي فيه فاكهه مقطعينها صغيره ومتبلوره كده وعليها سكر كتير. دي بقى خطيره جدا الفاكهه دي، دي من الفاكهه المجففه. لما بتاخد فاكهه مجففه بتكون شايل منها الميه بتاعتها، فبتبقى طبعا ممكن تبقى مفيده في الطبيعه، ولكن المشكله بقى عندك ايه؟ الفاكهه المتبلوره دي بتبقى مسكره جدا، دي بترفع السكر، بترفع السكر جامد، وبيضيفوا لها بعض الملح احيانا. الفواكه المجففه زي الزبيب مثلا بيشيل الميه منه، فبيعمل ايه الدراسه اللي اتعملت؟ هو نفسه عندما تكون فاكهه فيها الالياف شال الميه، وبقى لقوا دراسات كتيره ان بعض الفواكه المجففه ممكن تكون مفيده والبعض التاني لا. لقوا ان الخوخ المجفف بيفيد الامعاء، ولكن الفاكهه المسكره والمتبلوره دي هترفع السكر لان فيها سكر مضاف، فيفضل ان انا بيحطوا فيها شراب اللي هو الكورن سيرب ده، فبيستخدم كمحلى، وده بيبقى مشكله كبيره لما بتلاقوا الحاجات دي مفيده لبعض الناس اللي ما عندهاش سكر، مفيده لبعض الناس اللي ما عندهاش ايه سكر، والناس اللي بتلعب رياضه. لكن واحد قاعد ما بيتحركش، وطبعا كل اللي احنا قلناه ده مفيد، لكن بالنسبه للناس اللي ما بتتحركش واللي عندهم مشاكل، فطبعا في الحاله دي مش هينفع معاهم خالص النوع الانواع الفاكهه دي. في بعد كده الحاجات اللي بتبقى مصنوعه من نشا الذره برضو مضاف، شراب الذره اللي هو عالي الفركتوز ده بيبقى معاه مضر جدا للكبد، مضر جدا، فبيرفع السكر. يعني مريض السكر النوع الثاني ما ينفعش ياخده اصلا يعني خالص. شراب الذره ده في ناس تيجي كده تجيب الذره المعلبه وبياكلوها، وساعات يضغطوها وساعات تبقى محليه جدا، فلقوا ان هي برضو من الحاجات المتبلوره والحاجات اللي ما تنفعش خالص. في بيعملوا زنجبيل متبلور، المتبلور اللي هو بيضغطوه جامد ويبقى عامل زي الحجر، تيجي تاكله كده مع الليمون، يعني تلاقي الليمون منشفينه وعاملينه، بيغلوه في ميه بسكر، فبيقول لك حتتين ليمون، يعني حتتين من ليمونتين اتنين بيضيفوا لها كوبايه سكر كبيره علشان تطلع لك بالمنظر اللي انت بتشوفه. في انا بجيب لكم صوره لها ممكن، الفاكهه المتبلوره، عشان برضو تعرفوا الموضوع. يعني الفاكهه تالي هتفهموها اكتر عشان تبقى سهلة بالنسبة لكم. تبقى مجففة، تبقى الشكل ده، بتبقى مجففة وعاملة ناشفة جامد يعني، تمام. بس هجيب لكم صورة اوضح شوية. تبقى كده زي ما انتم شايفين، دي بقى بيحطوا عليها سكر كتير جدا، بيحطوا عليها سكر كتير، فدي بتبقى مضره جدا، سكر وملح وحاجات كده عشان يحفظوها. دي ترفع الضغط بشكل كبير، ودي بتسبب مشكله كبيره للناس اللي عندهم سكر وضغط. دي الفاكهه المتبلوره، ودي بتلاقوها دايما في الفنادق وبتبقى موجوده في السوبر ماركتات، ودي بتبقى بصراحه عامله مشكله كبيره بالنسبه للناس اللي عندهم ضغط عالي وسكر عالي، بترفع السكر بشكل عنيف. يعني الحاجات دي من الحاجات الخطيره جدا. الحاجات الكرز والحاجات دي بيبقى مفيد، لكن دايما تحروا الدقه ان احنا ناخدها كثمره، ما يبقاش ان انا
باخدها بشكل اللي هو عصير وحاجات زي كده. طبعا قلنا النهاردة الخمس حاجات من الحاجات المعلبة والحاجات اللي بتبقى جريب فروت والحاجات الفاكهة المبلورة قلناها، والموز من ضمن الحاجات، الموز الني يبقى أفضل للناس اللي لسه داخلة معانا دلوقتي. الموز الني بيبقى أفضل للناس اللي عندها ضغط وعندها سكر، الموز الني اللي هو الأخضر، الموز الني الأخضر. عايزين نشوف بقى الأسئلة بتاعت احنا مسهلين اللي عايز يسهر معانا النهاردة. جروب أمل أهلا بيكم، احنا النهاردة بس نسينا نقول للجروب، لكن ما شاء الله حاضرين، وأنا قلت أعمل لكم تيست كده أشوفكم معانا حاضرين ولا لا، يعني حتى من غير ما نعلن لقيتكم ما شاء الله، يعني دي حاجة تفرح. يعني الفاكهة أرجوكم انتبهوا جدا للي احنا قلنا عليه. فاضل بقى المانجا من ضمن الحاجات برضو اللي ممكن تعلى بشكل جامد السكر معاها، وبيبقى فيها نسبة أملاح برضو، تعرفين المانجا اللي بتعمل أملاح في الكلى للناس، ودي بتبقى من ضمن المشاكل الرهيبة جدا للسكر بالذات. والعنب طبعا من ضمن الحاجات برضو اللي بترفع السكر جامد، فلازم نفهم كويس جدا ان الحاجات دي من الحاجات الخطيرة جدا جدا جدا. هنشوف، انا بشوف الاسئلة بتاعتكم. خديجة من فرنسا، الطعم مش مقبول اذا اخضر، ما هو الحياة مرة، يعني هي جت على الموز، ما حياتنا كلها مرة في مر، وبعدين عود لسانك على المرارة احسن. جروب امل منورين ومشعشعين، المتفائلة من الجزائر ما شاء الله، الجزائر بتمسي على المغرب، واحمد مصطفى سهران معانا النهاردة، طعمه وحش، ده اللي هو الموز الني، بس هو ده الوحيد اللي ممكن في الحالة دي انك انت هتاكله اذا كنت حابه، حطه بقى على سلطة اذا كنت حابب الموز الني. اهلا يا مؤشرف، مرحلة ما قبل السكر دي حاجة رائعة جدا، المرحلة الذهبية لمريض السكر. أمينة ريحت نفسها وقطعت الموز من فترة طويلة. صلاح من أسبانيا، دي قهوة فرنسي عشان تبقوا عارفين. فريد لطرش بيحكي الحياة حلوة، ما انت اسألي كده، هو مات ازاي فريد لطرش؟ هو قال الحياة حلوة بس نفهمها، ما هو قال الحياة حلوة مش ان احنا ناكل حلو، انتوا فهمتوا الغنية غلط، الحياة حلوة بس ايه نفهمها، نفهمها يعني نعرف ايه اللي ما ينفعش وايه اللي يضرها. عندي السكر الصايم اعلى من الفاطر والتراكمي اقل من المعدل الطبيعي، هيعلى مع مقاومة الانسولين وده متوقع، وطبعا من الحاجات اللي بتعلي السكر الصايم زي ما قلنا اكل البروتين الكربوهيدرات بنسبة كبيرة بالليل، وعدم تظبيط الدواء، والتوتر العصبي والاسترس. ام فيصل من السعودية الرياض والربيع، بس نفهمها الحياة حلوة بس نفهمها. سؤال مهم، اذا نسيت اذا كنت خدت برشامة بعد الغداء ولا اي برشامة يا محمد، هو احنا بنتكلم في الغاز، اي برشامه ايه، ضغط سكر ايه بالظبط؟ المشكله يا دكتور انا بحس بدوخه حتى اكل شيء حلو، ما المشكله؟ دي مشكله ادمان السكريات، الخليه ما بيدخلهاش سكر، عندها نهم للسكر لان عندها مقاومه الانسولين، الخليه مقاومه للانسولين، والانسولين هو اللي بيدخل السكر جوه جسمنا، فالخليه جعان فانت بتحس بالنهم ده، فبدنك تاكل حاجة زايدة
بحيث السكر يزيد شويه والبنكرياس يفرز انسولين اكتر عشان يدخله شويه ياكلها شويه يطعمها شويه. ياسمين من نصايحك يا دكتور، وطبعا جروب امل منضبط جدا، واحنا عملنا تيست النهارده نجحوا فيه بامتياز، قلنا بلاش نقول على اساس نشوف كده هم معانا ولا لا. امل بتقول من يوم ما جالي سكر ما اكلتش الموز. هي دي بقى الاراده، الحياه حلوه بس مش هناكل موز، مش هناكل ام علي، مش هناكل حلويات، مش هنحط سكر على الشاي، هتبقى الحياه حلوه. معرفش ايه المرقدوش واكليل الجبل ده. اهو ام اشرف رجعت تاني قالت وبعدين حكى فريد ومين اللي قال الحياة حلوة وفيها الظلم والاسوة، غير رأيه ما حكى الحياة حلوة. ايوة هو ده الكلام. التين اليابس طبعا، ما هو الحاجات اليابسة دي مشكلة، يعني الفاكهة الطازة لقوا ان هي مفيده للجسم اكتر من الفاكهه اللي هي اليابسه. من العراق من جروب امل، اتمنى تعمل حلقه على حساب الكرب. والله اللي فعلا كلامك صح، لازم نعمل حلقه عن موضوع حساب الكرب بشكل كبير. مفيصل بتقول يا عسل، بس العسل ده اللي هو هيرفع السكر؟ لا والله، انا كان عم محضر لكم حلقه النهارده عن الكوليسترول، بس قلنا هتقلب علينا الدنيا عن ادويه الكوليسترول والمشاكل بتاعتها، فقلت بلاش، وخصوصا كمان ان في ناس كتير بتاخد دواء كوليسترول، فما حبيتش ان انا اعمل لخبطه ليهم، فقلنا بلاش الحاجات. دايما ما بحبش الحاجات اللي تعمل فرقعه واحس انها ممكن تعمل مشاكل لناس كتير، في ناس ماشي على ادويه معينه، فمش هينفع ان احنا نتكلم فيها يعني. اخيرا ظهرت الاخت فنون متناثره، مرحبا بيكي في مصر بين اهلك واخواتك. مرتضى ومصطفى علاء اهلا بيك دكتور. هل التهاب اللثه بيسبب رفع السكر؟ التنين، يعني التهاب اللثه يرفع السكر وارتفاع السكر يبوظ التهاب اللثه، الاثنين بيعملوا كل حاجه ببعضها الاثنين. مسك الختام بتقول يا دكتور رد عليا، التراكمي 7 وبعد شهر من الدايت الصحي نزل 5، هل انا مريض سكر وهل خبز مخلوط الشوفان والنخاله نفيد في نزول الوزن؟ علما وزني 93. طبعا كان سكر ودلوقتي ظبط بقى طبيعي، هنحافظ عليها يفضل طبيعي جدا. خبز الشوفان مخلوط شوفان ونخالة، لازم تقيس السكر بعدها وقبلها وشوف اذا كان بيرفع عندك السكر ولا لا. حلقة عن الالياف جروب امولة، دكتور عندي الدهون الثلاثية عالية، وقالت الدكتور اعمل لي تحليل الكبد والكلى عشان اعطيك دواء كوليسترول، وانا انا خايفة عندي مرض، انا مش عارف ايه الدهون الثلاثية عالية كام، يعني لغاية كام. اعراض القدم السكري كتير، يعني انت لو حصل جرح في رجلك اعتبره قدم سكري الى انك تعالجه. لو التهاب حصل، مسمار ضرب في رجل الواحد، فالقدم السكري اعراضه كتير، التهاب، احمرار، على حسب وعلى حسب درجة الالتهاب دي. سمر سون الشاعر المغربي بيقول شعر لي اهو، قل لي بربك بشرى كي اطير بها، يا خالد العزم هل نشفى من الالم؟ يا سلام عليك، ان شاء الله تشفى من الالم ان شاء الله. الفاكهة الممنوعة لا، ترجعي بقى كده براحتك كده وعلى رواقة وتشربي فنجان قهوة وتسمعي الحلقة، لان ايه موضوع يعني كان كبير شوية.
الكسكسي اللي هو الأكلة المغربية الكاملة أفضل من الرز الكامل، هتبقى أفضل من الرز الكامل، لكن أنا عارف أنتوا بتاكلوها بشكل شديد جدا يعني. عمراء اللي بعاني من الإمساك، هل هو من أعراض السكري؟ الإمساك ضمن الحاجات اللي بتعمل السكري، يعني السكري بيبقى بسبب مضاعفاته الإمساك بيعملها. يا دكتور، هل الانسولين بيدخل السكر الخلايا ولا بيخفض السكر؟ ما هو عشان يخفض السكر لازم يدخله جوه الخلايا، يعني عشان السكر ينزل جوه اللي في الدم لازم يدخله جوه الخلايا، امال هيوديه فين؟ فهو دي شغلته. اكرام مصر على حلقه الاظافر ان شاء الله. والله يا اكرام حاضر، مشكلتها انها عايزه صور كتير عشان تقدروا تفهموها. الفواكهة قبل الأكل لا ترفع السكر، ليه يعني؟ ليه مش هترفعها؟ ترفعها طبعا. الفطريات بين الصوابع دي مش قدم سكري، دي التهاب فطريات في بين الصوابع. لو التراكم نزل من 11 ل 4 كده انا اتعافيت، اتعافينا طبعا، بس لو رجعنا للأكل، الأكل بتاع أيام الجاهلية، يبقى انا كده ايه، ما اتعافيتش خالص. برشام السكر ناخده وسط الاكل ولا بعد الاكل؟ على حسب نوع الدواء. في ناس بتاخد ادويه سكر ما لهاش دعوه بالاكل، وفي ناس بتاخد ادويه سكر لازم يتاخد مع الاكل، يعني دواء زي الجلوكوفاج هو بيشتغل على الاكل، هاخده صايم يعني؟ مش هينفع. الكابتشينو الحليب اللي فيه ممكن، لو انا استخدمت حليب غير الحليب العادي بتاعنا ممكن جدا ان هو يكون يرفع السكر في الحليب العادي اللي احنا بنشربه اللي الناس عارفاه، لكن لو جبنا بقى حليب اللوز وحليب تاني كده ما يرفعش. دكتور لو سمحت حلقة عن القدم. حاضر، نعمل حلقة عن القدم السكري، حلقة مهمة جدا، وازاي تحمي نفسك وايه الاعراض اللي بتظهر، وهقول لكم على حل سحري لها. شكرا لك يا دكتور ابو العزم على توضيحاتك الكامله، والحمد لله، ومنذ ان تابعت برامجك المفيده تحسنت عندي السكر التراكمي. لمجهودك انا ان شاء الله تكون في ميزان حسناتك. عايزين حلقه عن الغده الدرقيه، نشاطها وخمولها. والله ممكن نعمل حلقه، يعني هي فعلا عايزه حلقه للحاجتين مع بعض، لان الاثنين عكس بعض. الجاردنس والميتفورمين، الجاردنس ممكن اخده بدون اكل، لكن الميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج لازم اخده مع الاكل. ام حسين عندها امساك دايما، طبعا ارتفاع السكر بيعمل التهاب في اعصاب الجهاز الهضمي ويعمل امساك. الالياف بتبقى مهمه جدا في الحاله دي، وظبط السكر، ظبط السكر. الحليب البقر طبعا يرفع السكر. حد بيسال وين هو جروب امل، ردوا عليها، اسمها جنات، حلقة عن سكر الحمل. احنا عملنا جوري حلقات بسيطة كده شورتس. الحلبة لا ما تزودش الوزن الا لو حطيت عليها سكر طبعا، وبرضو حتة زيادة الوزن، ما هو الوزن بيزيد بطريقة معينة، يعني على حسب الاكل باكل وقاعد ما بتحركش وباكل كربوهيدرات كتير. الدايماكرون يتاخد مع الاكل، اول ما ابدأ اكل اخد الحباية او قبل الاكل بشوية، لكن لازم مع الاكل لانه بيشتغل على البنكرياس. مش لازم اللي بيقول لي لا اخد منظم سكر، مش لازم، يعني سكرك ظبط خلاص. يا صاحب الزمان، دكتور انا اليوم صايمه، فطرت اكل رغيف خبز شعير وكم معلقه رز وهسه. هسه دي بقى اردني ولا ايه؟ اني كلش جوعانه اقدر
اكل اي شيء. دي مقاومة انسولين طبعا، دي مقاومة انسولين، يعني علامة الجوع اللي هو ونهم الاكل بعد الاكل احس بالجوع، دي مقاومة انسولين. ده بقى في الدكتين بلس برضو ينفع صبح وليل، هو بيستخدم صبح وليل لان 50 ده المفروض تاخد 100، فده بيستخدم صبح وليل. فواكه البحر ترفع السكر، وكم الكميه فواكه البحر اللي تقصدي؟ اصل احنا عندنا كلمه فواكه البحر دي اللي هي حاجات من الاسماك، المحار والحاجات دي، لكن ده اللي تقصديه ولا حاجه تانية؟ يا صاحب الزمان بتقول ايه هي مقاومة الانسولين وانا عراقية؟ طبعا احنا اتكلمنا كتير عن مقاومة الانسولين، فبرضو يعني دي عايزة حلقة عشان نقولها. لو انتوا عايزين نتكلم عن مقاومة الانسولين حلقة لوحدها قولوا لي. هو باختصار مقاومة الانسولين يعني الانسولين بيطلع من عندنا من البنكرياس بشكل طبيعي وشكل زايد عن الطبيعي، فالجسم علشان مليان دهون ومليان مشاكل كتير بيمنع ان الانسولين ده وظيفته ان هو يدخل السكر جوه الخليه. لكن المشكله بقى ايه؟ لما يكون الانسولين زايد عن الحد والخليه مليانه سكر اصلا قبل كده، فطبعا بيمنع خالص ويبقى فيه مشكله كبيره، ودي اللي بتسبب المشكله بتاعتنا ان هو يقدر يدخل. فالجسم بيعمل رد فعل ان هو يقاوم الانسولين يخليه ما يشتغلش، لكن طبعا دي عايزه حلقه عشان نقعد نشرح فيه. هبوط بعد الاكل، لازم اتخلص من ادمان السكريات، وان انا لو وزني تخين اخس. خبز القمح طبعا ممكن يرفع. الجانوميت ينفع من غير اكل؟ لا طبعا لازم اكون واكل، لان هاخده من غير اكل اعمل بيه ايه؟ يعني اخد الجانوميت من غير اكل اعمل بيه ايه اذا كان هو اصلا بيشتغل على الاكل؟ فانا هاخده من غير اكل ايه اللي هيعمله لي؟ محسن سكري زين، التراكمي 5 وان كيتو اكتر من 4 سنين سكر نوع تاني. ما شاء الله، يعني حاجة رهيب. يا ترى 4 سنين يعني الناس اللي بيقولك الكيتو مش كيتو هيضر ويعمل، ما هو شغال زي الفل اهو. ميت فورمين 1000 ينفع مرتين باليوم؟ ان شاء الله يا دكتور، ربي يخليك احلى دكتور بميزان حسناتك. ام اشرف اهلا بيكي دكتور. خبز القمح خلاص. زهرة من المغرب من جروب امل لتحدي السكر. عيسى، ام مصطفى، الصيام المتقطع يشفي من مقاومة الانسولين عن تجربة شخصية؟ لولو طبعا طبعا، والتجربة اكيد حقيقية. يعني حب التفاح وحب الكمثرى قبل ما انام؟ لا، يا دي اختاري لك واحدة من الاثنين. لا، الاكل الاسماك مدام امل ما يرفعش المحار والحاجات دي، ما يرفعش طبعا السكر خالص. مساء الخير، داود احمد، تراكمي 6.6 او 6.4، ماذا تعني الارقام العشرية بعد 6؟ ما عندي سكر. لا، هو 6.4 مفيش، 6.6 ده سكر، 6.4 ده معناه مرحلة ما قبل السكر او داخل في السكر. عسل الطلح، اي عسل ممكن يرفع السكر طبعا، يعني لو خدنا ازيد من معلقة ممكن يرفع السكر. التفاح الاخضر مع السلطة حلو جدا، والالياف فيه كويسة وما فيش فيه مشكلة. يعني السلطة دي حطوا فيها كل حاجة. الوقت المناسب لاخذ بي 12؟ اي وقت. ساعات في ناس بتاخده مع الاكل عادي، هو بتشرب مع المية مفيش فيه مشكلة. الدهون الثلاثية ان انا اوقف الكربوهيدرات هتنزل لو هي ايه؟ احسن من اي دواء.
الرز البسمتي هيرفع زيه زي الرز بس يعني بنسبة أقل شوية. دكتور أنا زوجي عنده سكر نوع تاني، حمية وصيام متقطع من شهر ونص، أرقام الصايم 123 وبعد الغداء بساعتين 111، طبعا كويس جدا. البروتين والدهون والكربوهيدرات تكون متساوية في كل وجبة؟ لا طبعا، الكربوهيدرات أقل والدهون أكتر والبروتين في الوسط. رشيدة شكرا يا رشيدة من جروب أمل. بنت حامل بيعطوها حبوب سكر وفي المستشفى يعطيها خبز ورز ويقولوا شوية كربوهيدرات لازم تاكلي على حسب السكر بتاعها صديقة، لأن طبعا هم شايفين الحالة قدامهم. أنا ما قبل السكر 6.3، هل مسموح آكل حبة تفاح وحبة كمثرى اللي قلنا عليها؟ خلاص سكر 400 دائما مرتفع. المهدي اعمل تحليل السي بيبتايد وكفاءة البنكرياس علشان نعرف إذا كان البنكرياس بيفرز انسولين ولا لا. معرفش ايه تمن العنبر ده. الكوليسترول عندي مرتفع 300، انا كيتو. ده طبيعي يا ام حسين، مفيش فيه مشكلة. الكيتو بيبقى معاه الامور كده سهلة وبسيطة ومفيش فيه مشكلة. محمد سعيد بيقول نسيت اذا كنت خدت الميتفورمين 1000 بعد الغداء ولا لا، اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، ما تاخدش حاجه خلاص، مش جريمه يعني. كم هي كمية الفيتامينات د الواجب تناولها؟ على حسب التحليل اللي بيتعمل، على حسب التحليل اللي بيتعمل. فوران الجسم ده ليه أسباب كتير جدا، ممكن هرمون الذكورة عندك فيه مشكلة، أو السكر مش منتظم، السكر بيرتفع على طول. الطماطم في الخلاط بترفع الضغط طبعا لو هنشرب عصير. لما بيرتفع الضغط عندي ببلش باكل موز، ما احنا قلنا بقى هو الموز الاصفر، وخصوصا لو عندك سكر مش هينفع، وفي نفس الوقت بيبقى فيه ساعات بوتاسيوم، يعني ممكن تكوني بتاخدي دواء للضغط والدواء ده هيبقى فيه مشكله. فارجو ان انت تبقي فاهمه الموضوع كويس، لان في ادويه بترفع البوتاسيوم. لولو عايز انا نتقن جميع اللهجات حتى نفهم. ده اللهجة المصرية كل الناس عارفاها، من كتر ما بتشوفوا الافلام المصرية تقريبا ما حدش ما شافش الافلام المصرية، يعني كل الناس عارفة اللكنة المصرية وفهمها كويس جدا. وممكن وبعدين على فكرة بقول لكم على معلومة مهمة، الحلقة بتترجم بجميع اللغات بعد ما نخلص على طول، يعني تاني يوم هتلاقوا الحلقة مترجمة. اللي مش هيفهم القصد من الكلام ممكن يشوف الترجمة في فرنش، انجليش، الماني، لغة الهندية، لغة اي لغة هتلاقوها موجودة. المتفائلة بتقول في وصفة جميلة لتنحيف البطن، كمية رونفل مع كمية من القرفة وكمية من الزنجبيل وبعدين نطحنهم مع بعض وبعدين ناخد معلقة ونحطهم في كاس ومش عارف ايه وايه وايه وايه. اجري، لكن في مشكلة ان انا التنحيف والنقص والوزن والحاجات دي كلها لازم نفهم ان الحاجات دي مدرسة، لازم ان انا ابقى عايش اكل صحي، وبعد الاكل الصحي يعني مش معقول انا بشرب الحاجات دي وعمال اكل طبق رز بلبن مثلا واقول ان انا هتنحف واخس.
لازم مع الدايت. من ضمن العلامات ان انا لو ما حسيتش بجوع، يعني من ضمن العلامات. جوري عايزه تتكلم عن السكر الكاذب. حاضر، نتكلم على السكر الكاذب. منى عيد شايفاك اليوم مش مرتاح، ما عشان انا ببقى في طول اليوم في حالات، وحالات كلها تقيلة وحالات كلها تعبانة، وطول اليوم الناس بتشتكي وانا ما بشتكيش. فطبعا بتبقى في اخر اليوم الواحد بيبقى مرهق جدا، لان طبعا الحالات انتوا عارفين كل واحد داخل يحكي اوجاعه ويحكي مشاكله، والناس اللي سكرها عالي والناس اللي تعبان يعني، فبيبقى يوم طويل يعني. فمعذرة يعني. الحمد لله مع الرياضة السكر أصبح جيد. أنا من الجزائر، بس بصراحة لما بتكلم بقى معاكم يعني الواحد فعلا الحالة المزاجية بتاعته بتتحسن وبيبقى أفضل، وبتدوني طاقة وباور جامد جدا، إن بحس إن في حد بيستفيد من اللي إحنا بنعمله. وده طبعا أنا في رأيي نعمة من عند ربنا كبيرة، لما تلاقوا حد بيعمل لك سبورت بيساندك. وبعدين ده إحنا عيلة مع بعضينا زي ما بيقولوا. كان في حد بيعلق التعليق ده كان عاجبني قوي يعني. اه ام اشرف هي ردت، هي بتقول طب احكي لنا مش احنا عيله مع بعضينا. اه البرتقان عزه العطار بتقول البرتقان مع السكر. آه طبعا احنا قلنا في الارجاع للحلقه، ما هو البرتقان ده مشكله لو هاكله ماشي، لكن ما يشربوش عصير. شكرا يا عبد الله. ام محمد ربنا يجزاك الجنه. جبنه السوبر ماركت بترفع الضغط، او بيبقى فيها املاح كتيره، برضو من ضمن الحاجات اللي بيبقى فيها املاح. ايهما افضل، ملجا ولا حقن الاعصاب؟ الحقن بتبقى افضل. احلى حاجه انا لسه شارب القهوه فرنس، اول ما بشرب القهوه بحس عايز انام، شيء غريب يعني. تهالي انتوا بتشربوا القهوه ممكن ما تناموش يومين. بيقول لك القهوه بتصحصح. والله ده انا لو قعدت احكي لكم عن الحالات اللي بتيجي في العياده يا جماعه ده عايزه كتاب يعني. يجي لي حاله مثلا وتكشف عند البروفيسور فلان والعلان والكلام ده كله، تبص تلاقي الراجل التراكمي بتاعه 5.7 بقى 5.7، كان 6 مش عارفه، وجاي لي شايل كيس الدواء. يعني النظام ايه؟ يقول لك لما تروح لدكتور تقول له انا خدت دواء، طب وانت ماشي، طب اصل الحته دي بتوجع، يروح مديك دواء لها اصل الحته، طب ما هو كل ده بسبب مثلا سكر عالي، ما انا هظبط سكر كل ده هيخف، فيقوم ايه مدي له دواء، مش دوايين للكوليسترول ودواء تاني وتلات ادويه مش عارف، ولا تلات ادويه تقريبا او دوين للسكر وكميه حبوب تانيه مش عارف لايه وليه وليه. الله، طب الراجل ده التراكمي بتاعه 5.7 وما كانش مثلا وصل 10 في التراكمي ولا حاجه، ده هو كان 6.5 ولا يعني، كان ممكن يمشي بدايت كنترول. طبعا الراجل جاي لي كرشه قد كده ليه؟ لان الكرش ده من نتيجه انه خد دواء فابتدى ياكل اكتر وبقى ينزلوا الارقام السكر، ودي طبعا كانت مشكله. والعينين بقى ايه بقوش راضين ياخدوا دلوقتي علاج الثلاث شهور، يعني يقول لك انا عايز علاج شهر عشان اشوفك كل شهر. وكل واحد طبعا بيبقى داخل معاه الليسته بتاعه الاسئله، وطبعا بيبقوا مشرفيني جدا ومنوريني، ببقى مبسوط بيهم جدا، وبلاقيهم ما شاء الله عليهم حافظين الحلقه اللي احنا بنقولها حفظ، ويقول لك قلت كذا وقلت كذا، والسكر بتاعهم ما شاء الله منتظم بشكل رهيب يعني. كل الجروب ببقى مبسوط جدا يعني، دايما اقول لهم هم حافظين، حتى يقول لي ان عارف انك ما بتقبلش قضيه خسران، اقول لهم يعني جايين لي العمليه ظابطه معاها الحمد لله، فضل ونعمه من ربنا يعني.
البنجر والشمندر ممكن ينفع للسكر بس بكميات قليلة. عارف بيقول ايهما افضل، فحص السكر صايم او الفاطر؟ لازم الاتنين، سكر صايم وسكر فاطر، لازم اعمل الاتنين. السكر بيرتفع مع العلم، باخد انسولين 4 اوقات. يا مهدي اعمل تحاليلك وشوف السكر القاعدي وشوف التحاليل بتاعتك كويس. تخيلوا احنا بقالنا 50 دقيقة مع بعض والواحد فعلا بيحس براحة نفسية جامدة، بتفتحوا معايا مواضيع كتير بصراحة. اللايف مختلف تماما، احساس اللايف عندي مختلف تماما عن الحلقات المصغرة اللي الناس بتقعدها دي، وكل واحد يقعد يفتي في حاجات هو لا درسها ولا عملها وما هوش عارف التفاعل بتاع الناس معاها ايه، ولا الاسئلة، والاسئلة بتاعتكم بتفتح مواضيع تانية. ف باللايف بصراحة بقى عشق بالنسبة لنا، بتحس انا بحس ان انتوا بتبقوا قاعدين قدامي وبكلمكم زي ما انتوا شايفين انا شايفكم برضو. فطبعا ربنا يديم المحبة. يعني ام حسين بتقول جارتنا بتشرب القهوة وتنام، والله زي ما بنعمل كده. ام محمد بتقول قبل ما تقفل الله يجزاك الجنة، عندي ألم في الظهر ممكن من السكر اعصاب. يعني مش هنقدر نفتي الا ما نشوف، يعني ممكن اخد الاول مسكنات واشوف الاخبار ايه، مكيف مثلا، مروحه، الحاجات دي. لكن لو الالم استمر وعامل تنميل في رجلي في الظهر وعامل تنميل مع الرجل وكده، لازم لو تنميل وخدلان معاه في رجلي من ورا كده لغايه تحت، يبقى اعمل اشعه على الفقرات القطنيه، ده مهم جدا ان انا اعمله. الزنجبيل جوري بتقول اول ما اشربه انام. طب ايه المشروب اللي بتشربوه ينيمكم على طول؟ انا مشرب القرفة مثلا لا هي مفيش حاجة بتنيمني على طول، بس احس بنوم مرتاح مع القرفة. مين بقى اللي بيشرب اي حاجة تروح من اليانسون؟ احمد بيشرب يانسون. البابونج، بابونج ده خديجة بتاع الاطفال، تشربي بابونج يا خديجة. هل الموز يرفع الضغط؟ لا احنا ما قلناش، احنا بنقول ان هيبقى فيه بوتاسيوم، فالناس اللي بتاخد ادوية احنا مش بنقول بيرفع الضغط، لكن ما ينفعش اخده لان الادوية بتاعت الضغط ممكن تتفاعل مع البوتاسيوم الكتير، ولان ادويه الضغط ساعات بترفع البوتاسيوم برضو. يا ريت قبل ما نقفل الناس تاخد المعلومه دي، احنا مش بنقول ان هو هيعلي، بنقول البوتاسيوم اللي فيه ممكن يبقى مشكله مع الادويه. الزنجبيل مع الحلبه تمام. حبه مسنده للمتفورمين 1000. انا شايف ان مش بحاجتها باخدها بجوع. خلاص مفيش داعي لها يا ام اشرف. الموز مش هيضر بتوع الروماتويد، يعني ما انا قلنا لو في سكر، احنا اتكلمنا على قصه السكر والضغط يعني. الكركديه طيب تمام. ناديه بتقول لا نفسي انام يا دكتور. في طبعا ادويه الضغط ساعات بتعمل ارق. طيب احنا طبعا بنشكر جميع الجروب معانا، وانا سعيد جدا بيكم النهارده، وانتم من الابطال والاحرار والمسكرين، فانا بشكركم جدا، واشوفكم بقى بكره في حلقه هتكون من اختياركم انتم، ابعتوا لي في الوصف بعد ما نخلص، هنشوف اكتر فوت على موضوع، اكتر تصويت على موضوع هو ده اللي هنتكلم فيه. اشكركم وتحياتي ليكم.